السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط. أخذنا في الدرس الماضي أهمية الزراعة في العراق، وعرفنا أن المحاصيل الزراعية تنقسم إلى محاصيل الحبوب اللي هي القمح والشعير، وكذلك الرز. عدنا وأخذنا المحاصيل الزيتية اللي تتضمن زهرة الشمس والسمسم وفستق الحقل. وصلنا إلى النوع الآخر من المحاصيل، هي الخضروات. الخضروات، للخضروات أهمية كبيرة في حياة السكان اليومية. هذا تعليل، علل، هذا علل. الجواب نظرا لأهميتها الغذائية، لذا تركزت زراعتها قرب المدن وتزرع على نوعين، خضروات صيفية وشتوية. هذا هو كله جواب التعليل. نظرا لأهميتها الغذائية، لذا تركزت زراعتها قرب المدن وتزرع على نوعين، الخضروات الصيفية والشتوية. إلا أن تطور وسائل النقل وإمكانية نقل الخضروات لمسافات بعيدة واستعمال نمط الزراعة المحمية المغطاة ساعد على زراعة هذه المحاصيل في غير أوقات زراعتها. هذا سؤال ثاني. السؤال الثاني، ما الذي ساعد على زراعة المحاصيل الخضروات في غير أوقات زراعتها؟ الجواب، هذا جواب السؤال الثاني. أولا، تطور وسائل النقل وإمكانية نقل الخضروات لمسافات بعيدة. ثانيا، استعمال نمط الزراعة المحمية. هذا هو سبب من أسباب انتشار المحاصيل الزراعية اللي هي الخضروات في غير أوقات زراعتها. أولا، تطور وسائل النقل وإمكانية نقل الخضروات لمسافات بعيدة. ثانيا، استعمال نمط الزراعة المحمية. على الرغم من الزيادة التي طرأت على إنتاج الخضروات، إلا أنها لا تتناسب مع الزيادة التي طرأت على سكان المدن والمتمثلة بالنمو السكاني وارتفاع المستوى المعيشي. ولذلك فإن الإنتاج لا يكفي لسد الاستهلاك المحلي، لذا تستورد كميات أخرى من دول مجاورة. لماذا؟ لسد النقص الحاصل. لماذا تستورد؟ هذا تعليل آخر. لماذا نستورد كميات كبيرة من الخضروات؟ لسد النقص الحاصل، ويزرع في وطننا أنواع مختلفة من الخضروات. هذه أنواع الخضروات أعزائي، مثل ما تعرفون الطماطة والبامية والباذنجان والباقلاء والسبانخ واللوبيا والقرع وغيرها من الخضروات. النوع الآخر من المحاصيل اللي هي الفواكه. تشكل الفواكه جزءا من الغذاء اليومي للسكان، فضلا عن استعمالها مادة أولية في الكثير من الصناعات، ولا سيما الصناعات الغذائية. يتركز إنتاج الفاكهة في المنطقة الوسطى من العراق. لماذا؟ هذا علل. لماذا؟ الجواب، بسبب ملائمة المناخ والتربة ووجود الموارد المائية. هذا السبب، بسبب ملائمة المناخ والتربة ووجود الموارد المائية، فضلا عن توافر اليد العاملة واتساع حجم السوق فيها. هذا كله جواب التعليل. لماذا يكثر زراعة الفاكهة وإنتاجها في المناطق الوسطى من العراق؟ الجواب، بسبب ملائمة المناخ والتربة ووجود الموارد المائية، فضلا عن توافر اليد العاملة واتساع حجم السوق فيها. وعادة ما تزرع أشجار الفاكهة في ظل الأشجار الكبيرة، لا سيما النخيل، ويزرع في وطننا أنواع مختلفة من الفواكه، منها الحمضيات مثل البرتقال والنارنج واليوسفي اللي هو اللالنجي، والليمون الحلو والحامض والجريب فروت أي السندي وغيرها. عندنا الأنواع الأخرى من المحاصيل الزراعية هي أشجار النخيل. عد النخيل أحد أهم المحاصيل الزراعية في العراق. هذا علل. يعد النخيل، ليش يعد النخيل أحد أهم المحاصيل الزراعية في العراق؟ الجواب، هذا هو جواب التعليل، نظرا لقيمته الغذائية، فضلا عن كونه من المحاصيل النقدية التي تسهم في الدخل القومي. هذا إلى هنا تعليل. وتنتشر زراعته في منطقة السهل الرسوبي. أين تنتشر زراعة النخيل؟ في منطقة السهل الرسوبي. هذه هي النخلة نفسها بالقراءة، موجودة عندكم معرف بالثالث لو بالرابع، هي النخلة هاي ما طوروها. المهم، ويعود سبب ذلك، يقول لماذا تنتشر زراعته في منطقة السهل الرسوبي؟ هذا أيضا تعليل. ليش تعلل تنتشر زراعة النخيل في السهل الرسوبي؟ ويعود سبب ذلك، الجواب، إلى جودة التربة.
ويعود سبب ذلك هذا الجواب إلى جودة التربة الرسوبية وإلى توافر مياه الري وملائمة المناخ المشمس الجاف وارتفاع درجات الحرارة. هذه كلها من أسباب انتشار زراعة النخيل في السهل الرسوبي. هذا التعليل مهم. وقد بلغ عدد أشجار النخيل في العراق بنحو حوالي 15,139,076 نخلة لعام 2018، وبلغ مجموع إنتاجها بحوالي 646,000 طن. إذ احتلت محافظة بغداد المرتبة الأولى في الإنتاج، تلتها بابل ثم كربلاء، وتعاني زراعة النخيل من مشكلات عدة كانت سبباً في تدني إنتاج النخل الواحدة. من هذه المشكلات، هذه مشكلات زراعة النخيل الذي أدى إلى تدني الإنتاج. أولاً، الظروف المناخية المتمثلة بهبوب الرياح الجافة في فصل الصيف التي تؤدي إلى جفاف الإثمار. ثانياً، تعرض أشجار النخيل إلى الآفات والأمراض مثل حشرة الدوباس، إذ تؤدي هذه الأمراض إلى ضعف مقاومتها ومن ثم هلاك النخيل. ثالثاً، كثرة رواسب الأنهار والجداول المتفرعة، الأمر الذي يسبب بإعاقة وصول المياه إلى بساتين النخيل، ولا سيما في بساتين شط العرب، فضلاً عن ظاهرة المد والجزر وما تسببه من تدني إنتاج النخيل بسبب ارتفاع نسبة الأملاح فيها. رابعاً، هجرة المزارعين إلى المراكز الحضرية، الهجرة من الريف إلى المدينة. خامساً، وجود المشكلات وعقبات تتعلق بعملية تسويق المنتوج من التمور وتؤثر بشكل مباشر في تصريف الإنتاج. سادساً، التوسع في استعمالات الأرض الحضرية على حساب الأراضي الزراعية، إذ جرفت مساحات واسعة من بساتين النخيل لتحل محلها الأراضي السكنية. عندنا النوع الثاني من المحاصيل هي المحاصيل الصناعية، المحاصيل الصناعية اللي هي القطن، التبغ والتمباك ومحاصيل أخرى. أولاً، القطن. يعد القطن من المحاصيل الصيفية الذي تعددت استعمالاتها، فهو مادة أولية في العديد من الصناعات كصناعة المنسوجات القطنية، كما تستعمل بذوره في صناعة الزيوت النباتية وعلف الحيوانات. ثانياً، التبغ والتمباك، وهما من المحاصيل الصيفية. يزرع التبغ في محافظة السليمانية، أما التمباك فيزرع في المحافظات الوسطى والجنوبية. جيم، محاصيل أخرى كالبنجر وقصب السكر، ويعدان من المحاصيل الصناعية الأخرى التي لها أهمية اقتصادية كبيرة. لماذا علل؟ يعد البنجر وقصب السكر، هذا تعليل، يعد البنجر وقصب السكر من المحاصيل الصناعية المهمة، لأن الجواب هذا فقط الجواب، لأنها مادة أولية في صناعة السكر. عندنا النوع الثالث من المحاصيل هو محاصيل العلف، وتشمل المحاصيل المخصصة لتغذية الحيوانات، وتكون على أنواع متعددة كالجت والبرسيم والتبن. ونظرا للحاجة المتزايدة للأعلاف، فتتم الإفادة من بعض المحاصيل الزراعية مثل سيقان الذرة وبذورها والسمسم والقصب، فضلا عن تصنيع العلف الحيواني. عندنا الثروة الحيوانية. إن للثروة الحيوانية أهمية كبيرة في اقتصاد وطننا العراق، وتشكل مصدرا مهما في الدخل القومي، وتربى في وطننا أعداد مختلفة من الحيوانات كالأغنام والماعز والأبقار والجاموس والدواجن والأسماك في مناطق مختلفة من وطننا العراق، ولا سيما المنطقة المتموجة وهضبة الجزيرة. وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية بما يلي، مهمة جدا هذه. أولا، ما هي أهمية الثروة الحيوانية؟ أولا، مادة غذائية للسكان كاللحوم الحمراء والبيضاء والحليب والدواجن وبيض المائدة. ثانيا، رفض الكثير من الصناعات بموادها الأولية مثل الجلود والأصواف والشعر. ثالثا، مصدرا مهم للدخل القومي ومصدر دخل إضافي للمزارعين. رابعا، إمكانية الإفادة من مخلفاتها كأسمدة عضوية. خامسا، يستعمل بعضها وسائط للتنقل، ولا سيما في المناطق التي لا تستطيع وسائل النقل البري الحركة فيها كالمناطق الصحراوية أو المناطق الجبلية الوعرة الشديدة الانحدار. وتتنوع موارد الثروة الحيوانية في العراق بالأغنام والماعز والأبقار والجاموس والجمال والدواجن، فضلا عن الأسماك والنحل، وتتباين مناطق إنتاجها من منطقة إلى أخرى. لماذا تتباين؟ بسبب تباين الظروف الطبيعية والبشرية الخاصة بتربيتها. هذا أيضا علل، تتباين مناطق إنتاجها وأعدادها من منطقة إلى أخرى. الجواب، بسبب تباين الظروف الطبيعية والبشرية الخاصة بتربيتها. أعزائي، عندنا مشاكل القطاع الزراعي والحيواني في العراق وسبل معالجتها.
من خلال الاستعراض السابق للواقع الزراعي في العراق، فإن القطاع الزراعي في العراق يعاني من جملة من المشاكل والتحديات. ما هي المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والحيواني؟ أولاً، الاعتماد على الطرائق التقليدية في الزراعة وقلة استعمال الأساليب التكنولوجية الحديثة فيها. الزراعة الاعتماد على الطرائق التقليدية في الزراعة وقلة استعمال الأساليب التكنولوجية الحديثة فيها كالمكننة الزراعية ورش المبيدات بالوسائل الحديثة وعدم وجود أسمدة وبذور محسنة. يعني أعزائي الفلاحين بقوا على الطرق التقليدية في الزراعة، ما طوروا من مكائنهم، أيضا الدولة ما وفرت لهم المبيدات والوسائل الحديثة. ثانيا، قلة التخصيصات الاستثمارية للقطاع الزراعي قياسا بحجم التحديات التي يواجهها. ثالثا، ضعف القدرات التنافسية للمحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية مقابل السلع الزراعية المستوردة. نعم، هذا الشيء صحيح، أنه المستورد يكون متوفر ويعني يكون يعني ثمنه أيضا معقول، فلذلك يلتجئ المواطن إلى شراء المحاصيل المستوردة، إذ تتميز أغلب السلع الزراعية الوطنية بارتفاع أسعارها، وهذا شيء صحيح، نتيجة لارتفاع تكاليف إنتاجها. 4. ضعف الإمكانات المالية والفنية والتكنولوجية والمعلوماتية والتسويقية للقطاع الزراعي الخاص، والذي يشكل النسبة الأكبر من مجمل النشاط الزراعي. النقطة الخامسة، تأثر قسم كبير من الأراضي الزراعية بمشكلة التملح والتغدق بالمياه الجوفية، ولا سيما في المنطقتين الجنوبية والوسطى، إذ تشير الإحصاءات إلى أن 75% من الأراضي المروية تعاني الملوحة بسبب سوء أعمال التشغيل والصيانة وانعدام شبكة البزل المتكاملة، فانعكس ذلك على الإنتاج كما ونوعا. سادسا، شحة مصادر المياه نتيجة لسياسة الدول المجاورة للعراق والمتمثلة بإقامة العديد من السدود على نهري دجلة والفرات، الأمر الذي أدى إلى تناقص الواردات المائية ومن ثم تراجع أداء القطاع الزراعي. سابعا، تنمية الإنتاج الحيواني في العراق من خلال التوسع في زراعة محاصيل العلف وتوفير الكوادر الطبية اللازمة ومكافحة الأمراض التي تصيب الحيوانات وتشريع قوانين التي تحافظ على الإنتاج الحيواني كمنع عمليات الصيد الجائر والعناية بالمحميات الطبيعية. إذن أعزائي، هذه العوامل المشاكل في القطاع الزراعي والحيواني وسبل معالجتها. انتهى درسنا لهذا اليوم. أعزائي، إذا ما كنتم مشتركين نرجى الاشتراك في القناة، ضغطوا لايك وفعلوا جرس التنبيهات، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.